صلالة هي مدينة ساحلية اشتهر سكانها في العصر القديم قبل العصر الحالي في صيد الأسماك. في هذا التقرير رح نتعرف كيف بصنعوا الشباك وكيف بتكون حياتهم البحرية. أولاً الله يعطيكم العافية، بدنا تحكي لنا إيش هذا اللي قاعدين تعملوه؟ هذا اللي بنعمله عندنا يسمى وشاعة، وشاعة هذا اللي بنعمله عشان السردين. الحين عندنا البحر موجة، فوقت ما يطيب البحر يكون تكوننا شبكات متنوعة لهذه الأقل نصيد بها في البحر، اللي هو نعمل منه قريف ونعمل منه مغضفة ومغوير، كل هذا تابع للبحر يعني في أثناء جلوسنا في وقت الخريف نعمل اللي هو الأشاعة لكن نوفر هذا للصرب، يعني وقت الصرب يعني عن طريق الدولاب. الدولاب هذا نعمل فيه الخيوط. ليش؟ كان سابقا ما في خيوط، هنا ما نستورد من برا، كان في قطن عندنا، والقطن نعمل يعمل القطن بالدولاب. هذا الدولاب كان مصنع لنا، هذا الدولاب، فإذا صنعوا منه خيوط نحن نعمل به اللي هو الأشاعة، اللي هي حياكة عندنا تسمى أشاعة محليا. يعني هذا الخيط المستخدم هو خيط من الصوف؟ هو خيط مو هو الحين، كان سابقا، الحين بقى نقلد هذا لأنه خلاص أول زمان أول راح، الحين كل شيء جديد. هذا موجود إذا بغيته من أي دولة، يعني يجي قطع قطع ونسوي شبكات اللي نريدها يعني بسهولة، بدل ما أول كان صعب وبنعاني من تعب ومن هذي، الحين الحمد لله الحين ماشي تعب، الحين دقيقة قطع من هناك ونحن نسوي الشبكات اللي بغيناها بسرعة. احكي لنا شوي عن متعة هذه المهنة في صلالة. هذه المتعة في صلالة هي متعة قبل النهضة، ما في عمل إلا في البحر يعني، وأهل المنطقة كلهم أهل صلالة كلهم شغالين في البحر، اللي هو يشتغل القرف اللي هو نسميه عندنا الضاغية، واللي هو يشتغل في السنبوق، واللي هو يشتغل في الهوري، كله على المقداف أول. فالحين السرعة متوفرة والحمد لله ماشي مثل أول، الحين الحمد لله كل شيء متوفر فبسهولة يعني. الله يقويكم يا رب ويعطيكم الصحة وتظلكم حافظين على تراثكم الجميل الأصيل.